معنا من تونس ياسر دبابش مراسل الغد. إذن ياسر، يعني هل الآن سبب تعليق عضوية رئيس الوزراء الشاهد هو انتهاء مهلة 24 ساعة وعدم رده عن علاقته مع حزب النهضة، وأيضا ربما اتهامه بتكوين حزب آخر لخوض الانتخابات المقبلة، أم هناك أسباب أخرى؟ نعم، يعني منى، أكثر من هذه الأسباب التي ذكرت، أبرزها المسار السياسي الذي ينتهجه أيضا يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية وفق ما تقول قيادات ندائية بالحزب الحاكم. نحن نتحدث عن رسالة وجهت إلى الشاهد، رسالة مساءلة حول علاقته بحركة النهضة، العلاقة مع حركة النهضة الإسلامية، وكذلك الحال حول المسار السياسي الذي ينتهجه، وحول الانتخابات الرئاسية العام المقبل إن كانت هناك إمكانية لترشحه أو لا. نحن نتحدث أيضا عن قرار الهيئة السياسية اللافت للنظر، وهو تجميد عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد في الحركة، وهو عضو تنفيذي في حركة نداء تونس. هذه الحركة أيضا التي تعتبر قد رشحت يوسف الشاهد لتولي منصب رئاسة الوزراء في البلاد منذ نحو عامين. هناك يعني أبعاد لهذا القرار الذي اتخذته قيادة نداء تونس، ويأتي ربما بعد التصريحات التي أدلى بها اليوم، وهو تحدث عن التحديات التي تواجه البلاد، ولكنه أكد بأنه سيواصل عمله على رأس الحكومة. نعم، هذا ما أدلى به اليوم قبل إصدار هذا القرار، ولكن هل من ردود فعل بعد إصدار هذا القرار من الحزب أو من الأحزاب الأخرى، من ردود فعل؟ نعم، يعني الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قالت بأن هذا القرار اتخذ بالفعل من قبل الأعضاء، وتمت إحالته إلى لجنة النظام الداخلي لإعادة النظر فيه. ولكن نحن نتحدث عن ردود فعل، دعينا نتحدث هنا عن نقلا عن عدد من المتابعين والمراقبين للشأن السياسي الداخلي، ربما يعني يكون ذلك بداية أيضا لسحب النهضة إيادها عن يوسف الشاهد، وهو لم يتعهد يعني الترشح للانتخابات المقبلة. هناك عدة رسائل وجهت له، كان أولها من الرئيس التونسي الماجي قائد السبسي، لم يتم الرد عليها حين دعاه إما الاستقالة أو التوجه للبرلمان لتجديدنا للثقة. الرسالة الثانية كانت من حركة النهضة، وهي في الائتلاف الحاكم بالتعهد بعدم الترشح للانتخابات، لن تلقى إجابة أيضا. الرسالة الأخيرة كانت من حركة نداء تونس، وهو التوضيح حول علاقاته بالنهضة، لن تكون هناك إجابة. وتحدث الشاهد اليوم حول ذلك الأمر بأنه يعني قد انشغل بمواضيع تهم البلاد على حد تعبيره، ولم يكن له الوقت الكافي للرد على هذه الرسالة التي انتهت يعني الوقت والمدة الزمنية التي تم منحها إياه من قبل حركة نداء تونس. دعيني أتحدث فقط منى بأن كل الخيارات الآن باتت يعني متاحة، وكذلك الحال مفتوحة، وقد يتبدل المشهد السياسي التونسي. شكرا جزيلا لك من تونس ياسر دبابش مراسل الغد.